السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الطمع عند الاطفال، الطمع طبعا هو شكل من اشكال حب التملك، بتبقى صفة مكتسبة من المحيطين. الطمع ممكن يعلم الطفل فيما بعد البخل والانانية، وممكن كمان يكسبه سلوكيات سيئة جدا ما نعرفش نعالجها بعد كده، زي السرقة والانتهازية. النهاردة هنتكلم عن موضوع الطمع عند الاطفال، هنتكلم عن اسباب الطمع، وهنتكلم عن أشكاله، وهنتكلم كمان عن طرق العلاج. تابعوا الفيديو للنهاية وهتستفادوا جدا. لو أول مرة بتشوفوا القناة أهلا بيكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكله يستفاد. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله هيعجبكم. أول حاجة هنتكلم عن أسباب الطمع. أول سبب معانا وهي تلبية رغبات الطفل في الحال، يعني الطفل أول ما يطلب حاجة سواء لو في سوبر ماركت أو بنشتري أي حاجة على طول ننفذها له. تاني حاجة التدليل الزائد، دايما بندلل الطفل وبندلعه زي ما بنقول، بحجة مثلا ده الطفل الصغير أو آخر العنقود أو أيا كان السبب، لكن التدليل الزائد بيسبب الطمع. تالت حاجة عدم المعاقبة عند الخطأ، لما الطفل بيعمل اي خطأ ما ينفعش ان احنا نتهاون او نعدي الموضوع، لان الخطأ هيتكرر اكتر من مرة والطفل هيبتدي ان هو يستغل الموضوع ده، فيبقى عنده كتير قوي من الصفات السيئة المترتبة على عدم المعاقبة. رابع حاجة انشغال معظم الاباء والامهات عن متابعة سلوك الابناء سواء داخل الاسرة او خارجها. في بعض السلوكيات اللي بتشوفها الاهل وبتعتبرها مثلا حاجة بسيطة، أو بتعتبرها مثلا نتيجة صغر سن الطفل إن هي مشكلة وهتاخد فترة وتعدي، لكن أي سلوك ما يعجبناش من الطفل المفروض إن احنا بنتابعه أكتر من مرة، ولو اتكرر نبتدي ناخد بالنا وناخد حذرنا ونبتدي نشوف هنعمل ايه في السلوك ده ونعدله عشان ما يكبرش مع الطفل ويزيد معاه. كمان خامس حاجة هي رؤية من هم أكبر منه بيتصرفوا بهذا السلوك. زي ما قلنا في الأول خالص إن الطمع هي صفة مكتسبة من المحيطين، فالطفل لو شاف اللي حواليه بيعملوا السلوك ده هيبقى بالنسبة له سلوك عادي وسلوك معتاد، فهيبتدي إن هو يكتسبه ويتعامل بيه سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. طيب إيه هي أشكال الطمع، أو إزاي أخد بالي إني ابني عنده بوادر للطمع وابتدي ازاي ان انا اتعامل؟ اول حاجة اشكال الطمع، اول شكل هو حب التملك. يعني مثلا لو الطفل شاهد اي حاجة في اي مكان بيبتدي ان هو يلح ويصمم ان هو يشتري الحاجة دي او ان هو يحصل عليها، سواء كنا مثلا في محل هيبتدي ان هو عايز يحصل على اكتر من لعبة، لو بيشتري مثلا ملابس هنلاقيه ان هو عايز يحصل على اكتر من قطعة او اكتر من نوع، بالرغم ان احنا متفقين معاه او معرفينه مثلا ان الميزانية المحددة ليك المبلغ دوت، لكن بالرغم من كده الطفل بيصمم على انه يحصل على اكتر من حاجة. في الحالة دي بنبتدي ان احنا ننتبه للموضوع وناخد بالنا ان الطفل عنده جزء من خاصية او صفة الطمع، ونبتدي ان احنا نتابع الموضوع ونتحرك ان احنا نصلح السلوك ده. تاني حاجة الطمع في الطعام، يعني عندك اكتر من طفل او طفل واحد وابتديت ان انت تحطي له الطعام، وابتدى ان هو مش مركز في الطعام اللي معاه، لا ده مركز في الطعام مثلا اللي مع غيره، هل هياخد نفس الانواع، هل هياخد نفس الكمية، ويبتدي ان هو منتبه للناس اللي معاه بتاكل معاه في الطعام بتاعهم بدل ما ينتبه في الطعام بتاعه، بيبقى مركز، بيبقى عايز الطعام اللي مع اخوه او الطعام اللي مع اهله. فكل الحاجات الصغيرة دي تفرق جدا، لانها بتبدأ صغيرة بعد كده بتطور السلوك السيء ده وما بنقدرش نعالجها فيما بعد. يبقى لازم ان احنا ما نتغاضاش عن اي سلوك صغير، لان فيما بعد هيتحول لسلوك اكبر ويظهر بناء عليه مشاكل اكتر. طيب ازاي انا اعالج موضوع الطمع عند الاطفال؟ اول حاجة عدم تشجيع الطفل على الطمع بحجة انه الصغير المدلل او الاستسلام لالحاحه وبكائه.
يعني ما ينفعش خالص ان انا اقنع نفسي ان ده الطفل الصغير فاعمله كل اللي هو عايزه، يبقى انا كده بزود الطمع. ان الطفل بيعيط كتير وبيلح كتير فبالتالي خلاص اعمل اللي هو عايزه، كل ده الطفل هيستعمله اسلوب ضغط، فيعرف الاسلوب اللي ماشي او الاسلوب اللي خلاه يحصل على الحاجة اللي عايزها، وبالتالي هيبقى ده الاسلوب المتبع في البيت. تاني حاجة الاقصار من القصص اللي بتحس على عدم الطمع وبتحس على العطاء. طبعا القصص مهمة جدا زي ما قلنا في كل الفيديوهات الخاصة بتربية الأطفال، خاصة القصص اللي قبل النوم، لأني بترسخ عند الطفل كل المبادئ وكل السلوكيات الجيدة اللي احنا عايزين نوصلها قبل النوم، نصيغها على هيئة قصة فالطفل هيستوعبها كويس جدا وتتحول بعد كده لسلوك دائم. تالت حاجة إعطاء مساحة من الوقت للحديث والتعامل مع الأبناء. لما اتكلم مع الابناء كتير هيبتدي يظهر عندي بعض، هيبتدي يظهر عندي سلوكيات، هفهم ده سلوكه ايه وده سلوكه ايه، ولو في اي سلوك مش كويس هبتدي ان انا اعالجه من بدري. أربعة عدم تنفيذ طلباتهم في الحال واعطائهم مهلة لتنفيذ الطلبات. لو حد فيهم طلب معين، خاصة الطفل اللي بنلاحظ عليه الطمع، لازم نديله وقت، يعني نقول له ان احنا مثلا هنجيبه لك اول الشهر عشان مثلا هيبقى فيه قبض، هيبقى في الظروف دلوقتي ما تسمحش، مش على طول اول ما يبتدي ان هو يطلب الطلب، لا نعرفه ان في وقت للظروف بتمر بيها الاسره، او ان احنا مش فاضيين او مشغولين في الوقت الحالي، فهنجيبه لك في وقت تاني نكون فاضيين والظروف تسمح بيه. سادس حاجه تنميه روح المشاركه وعدم الانانيه والاستحواذ. دايما ان احنا نعلمه لو في اطفال تانية بتلعب معاه ان هو يشاركهم باللعب، يتشارك مع اخواته، ان مفيش حاجة اسمها ان ده اكلي او ده لعبي، لا كل الحاجات دي يتم المشاركة بينه وبين الاطفال اللي معاه او بينه وبين الاسرة. سادس حاجة عدم اعطاء الطفل الملكية المطلقة للاشياء، يعني ما نجيش نقول له لو حاجة تخص كذا فرد ما نجيش نقول له اه خلاص خدها انت وتصرف، لا دي حاجة خاصة بالجميع، الجميع لازم يقول رأيه فيها، الجميع لازم تستأذن من الكل قبل ما تستخدمها طالما هي تخص كذا شخص. سابع حاجة تنمية روح الاستعارة بين الإخوات والأصدقاء والمشاركة كمان مع المحيطين. لازم لو عند اخوه حاجة وهو عايزها يبقى يروح ان هو يستلفها او يستعيرها من اخوه وبعد كده يرجعها له تاني، لكن ما ياخدهاش لانها ملك الاخوه او ملك لصاحبه. تامن حاجة تشجيع الطفل على التصدق. احنا بنشجع الطفل ان هو يتصدق، ان هو يعطي سواء بجزء من مصروفه، ده حاجة مهمة جدا، او بألعابه او بالملابس بتاعته لأي حد محتاجها. لازم نعلم الطفل ان هو يبقى عنده روح العطاء وروح التصدق، ده هيفرق مع الطفل جدا وهيبعد عنه صفة الطمع تماما وهيزود عنده صفة العطاء وصفة الكرم. يبقى احنا كده خلصنا موضوع النهاردة واتكلمنا على كل الجوانب بتاعته سواء الأسباب أو الأشكال أو طرق العلاج. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ما تنسوش لايك للفيديو ونشر المعلومة لكل أصحابكم عشان كله يستفاد، وانتظروا الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى مفاجأة وهيعجبكم جدا، ومع السلامة.